صباح الخير. يا اهلا وسهلا. تفضلي. مرحبا. تفضلي دكتوره. دعاء رح اروح انا لهنيك. اوكي اهلا وسهلا. صباح الخير. اكيد سمعتينا دكتوري واحنا قاعدين بنحكي عن قد ايه بنحبكم. قد ايه وايد بنخاف منكم. محبه واضحه. بس كمان دكتوره اول شيء صباح الخير. نورتينا ببرنامجنا على هذا الصبح الجميل. بس برضه لا يغني انه احنا رح نحكي شوي عن الم الاسنان احيانا او خلينا نقول اللثه ومشاكلها الكثيره. كانت من قاعده بتحكي عن قص اللثه. نعم. كثير في ناس عندهم الابتسامه اللثويه. صحيح. اللي هي بتكون في بعض الاحيان مزعجه للشخص. صح. بيحاول يتجنب الابتسامه بسببها. طبعا. الحمد لله هلا التكنولوجيا ساعدتنا كثير انه احنا نقدر نحل مشكله الابتسامه اللثويه. صحيح. كيف فينا نقص اللثه وكيف المده وكيف الاجراء بيتم وهل في الم زي ما قالت منا؟ اولا صباح الخير وشكرا على الاستضافه. صحيح الابتسامة اللثوية هذه حالة موجودة عندها عدة أسباب. يعني في أسباب مثلا تكون نتيجة العضلات تكون شغالة أوفر، أو أحيانا تكون بسبب تقدم الأسنان، وفي أسباب كثيرة أو أحيانا أمور ثانية. فكل سبب له طريقة علاج معينة. فأحيانا ممكن أوبر البوتوكس تحل لنا الموضوع إذا كانت المشاكل فقط متعلقة بالعضلة، أو إذا كانت المشاكل متعلقة باللثة فنلجأ إلى موضوع إحنا نسميه رسم اللثة حتى نخفف على المريض. الأول كان قص اللثة. بالضبط. حالياً انتقلنا من العمليات الجراحية اللي كانت تستخدم سابقاً إلى الليزر. فطبعاً الليزر مثل القلم، فبالضبط الطبيب لما يرسم بالقلم بيمسك الأداة الليزر، قلم الليزر، وبيحاول يرسم اللثة بالشكل المناسب للي هو حابة يكون للابتسامة الشخص. فإذا كانت المشاكل نتيجة اللثة فقط، اللثة تكون نازلة على الأسنان أو الأسنان البين قصيرة، ذاك الوقت طبعا نقدر نستخدم الليزر ونرسم اللثة، وهذا اللي حلو اللي بيه ما يحتاج بنش، يعني ما يحتاج أوبر تخدير، فقط ممكن سبراي موضعي، وما في كمادات أو ضمادات أو أي شيء ثاني بعد العملية. تكون الاستطابة سريعة، خلال يومين ثلاثة المريض يلقى النتيجة واضحة. بس حتى نوضح فكرة الابتسامة اللثوية، هي أكثر من 2 مليمتر، 2 مليمتر من اللثة تكون باينة. يعني مو كل شخص عنده ابتسامة لثوية. إذا كان 1 أو 2 مليمتر من اللثة باين هذا طبيعي، أما أوفر ذاك الوقت نحتاج أنه ندخل. دكتورة، في ناس وخصوصا يمكن الأمهات والأبهات بتحسوا ما بدهم يشغلوا بال الناس اللي حواليهم، بتلاقي عندها مشاكل باللثة لكن عم تهملها. صح. فما مدى خطورة هذا الموضوع، إهمال مشاكل اللثة، وهل ممكن يتطور لقصص ثانية، لأمراض ثانية مثلا؟ طبعا سؤال جدا حلو. طبعا لأن موضوع اللثة احنا عندنا بالأسنان، في طب الأسنان يعني عندنا الأمراض مقسمة قسمين، قسم خاص بالأسنان من ناحية التسوس وقسم خاص بالأنسجة. الأمراض المتعلقة بالأسنان إحنا نسميها أمراض مرجوع فيها. يعني لو في تسوس أنا أشيل التسوس، أنظف، أسوي حفرة مرتبة وأعمل حشوة ببساطة شديدة. أما بالنسبة لأمراض اللثة إحنا نسميها أمراض غير مرجوع فيها، يعني طالما بدت المشكلة الموضوع بيتفاقم ويستمر لغاية ما يوصل إلى مراحل نبدي نخسر الضرس لأنه تصير حركة بالأسنان. فطبعا إهمال اللثة يوصل لنا إلى طريق فقدان الضرس، لأنه الأنسجة الرابطة اللي تمسك الضرس هذه خلاص تروح الذوب، فماكو أي سند للضرس فيبدي يتحرك. فهذه مشاكل اللثة تبدي بالبداية باحتقان، يبدي بنزف أثناء غسل الأسنان. بالضبط. تصير أحيانا مثل الأكياس، خراجات، وطبعا تصير رائحة غير مستحبة عند الشخص، لأنه اللثة لما تتورم تصير مثل الجيب. بالضبط. يعني اللثة تصعد ويصير في مثل الجيوب، احنا نسميها الجيوب اللثوية، تبدي تخزن هذه طبعا بقايا أكل، تجمعات بكتيرية، فتسبب رائحة غير مستحبة للشخص، ما ممكن انه يخلص منها حتى لو كان يفرج 10 مرات باليوم، الا ما يتشال السبب اللي هو التهاب اللثة وتتنظف الجيوب وتتنظف الأسنان من الكلس والجير. زين دكتورة، احنا دائما نلاحظ ناس يمكن يركبون فينير على الأسنان. نعم. ونشوف في فرق يمكن بين اللثة والسن هو نفسه، يكون اللثة مشمل تحمى مع السن. نعم. بطريقة واضحة. صح. هل هالشيء يأثر على اللثة الفينير ولا لا؟ طبعا أكيد، طالما أنه فيه عندك حافة، عندك مثل مكان أو احنا نسميه بال يعني مثل الستيب، مثل الدرجة كذا. مثل الدرجة يعني سلمة أو أي شيء فضاوة ممكن يعلق عليها الأكل، يلطش عليها الأكل. فهذا طبعا راح يزيد من الموضوع، لأنه طالما أكو بقايا أكل راح تتخمر
نتيجة وجود البكتيريا بشكل طبيعي بالفم وتصير حامض، وهذا الحامض راح يبدي ينخر يعني يبدي ينخر الضرس، وتبدي طبعا هاي التجمعات البكتيريا تصعد تحت داخل اللثة وتزيد المواضع يعني. فحافات الفينير لازم تكون مندمجة بطريقة سلسة جدا بحيث انه الشخص ما يقدر ينتبه انه اكو حافة للفينير مع اللثة نهائيا. بس معناته الدكتور كان يقول لك اذا اوكي رقبي الفينير يباله فترة يمكن شهر او شهرين اللثة بروحها تنزل تحت، اذا لاحظنا ان اللثة ما نزلت هل احنا يكون في مشكلة في الفينير نفسه ولا في اللثة هي؟ احنا يعني ممكن تشوف طبيب الاسنان ويا طبيب اسنان مرات ما يتفقون يعني كل طبيب اسنان له وجهه نظر احيانا. انا عندي سؤال يعني بمناسبه الموضوع اللي طرحه مهند، احنا دايما بس نسمع لسه لازم يرتبط بها التهاب، لازم يرتبط بها مشاكل مثلا نزول دم او حاجه، بس احيانا دكتوره ممكن يكون في مشكله في اللثه نفسها بعيدا عن السن. يعني في بعض الاشخاص بيحصل لهم ورم مثلا في اللثه وما يكونش السن او الضرس فيه حاجه. صحيح. مثلا اللثه وسقف الحل مع بعض بيكون منتفخ. صحيح. هذه امراض ممكن تكون اولا جينيه، يعني راح تلقين بالعائله الشخص عنده مشاكل في اللثه، الوالد الوالده الجد في مشاكل، شخص مدخن بكميات كبيره يعني وعلى مدى طويل، وهذه مشكله شائعه مع الاسف. تلقين الشخص ضروسه نظيفه جدا حلوه جدا، اكل الشخص صحي ما ياكل حلويات كثيره ما يشرب مشروبات غازيه لكنه مدخن. فطبعا اللي يصير عندنا يسميه حاله نزوح اللثه او انحسار اللثه، تبدي اللثه تصعد تتراجع، يبدي الضرس يبين طويل اطول من المعتاد، تبدي تتكون مثل ما قلنا بعض التقرحات، تصير احيانا مثل البروزات العظميه او التلونات على اللثه، بقع داكنه بسبب كثره حبيبات الميلانين طبعا باللثه، تبدي تصطبغ بالنيكوتين، تبين مشاكل كثيره خاصه فقط باللثه، يعني الضرس نظيف الضرس ما في مشاكل، الشخص يغسل اسنانه، لكن امور ثانيه قد تتعلق بالوراثه او قد تتعلق بسلوكيات خاطئه مثل التدخين، مثل غسل الاسنان بطريقه مثلا عنيفه شويه باستخدام فرشه قويه جدا ممكن يدفع اللثه ممكن يخدشها، يعني بعض السلوكيات الخاطئه. مزبوط. بس يمكن هذا بذكرنا شوي كمان بقص اللثه كيف تضمنوا انه ما تاخذوا اكثر من اللازم، ما يتعرى خلينا نقول صح. جذر السن حتى ما يزيد حساسيه الاسنان عند هذا المريض. تمام. احنا اولا عندنا قياسات، يعني في ادوات احنا نقيس هذه اللثه كم مستوى نزوحها او نزولها على الضرس، يعني كم ليش يبين عندنا بالاشعه طبعا العظم والضرس واللثه تبين، اللثه طبعا ما تبين بالاشعات، تبين مكانها مكان اسود فاضي يعني، لكن العظم يبين عندنا، فاحنا نعرف مستوى العظم وقياسه كم يبعد عن الضرس، وكم كلينيكال يعني او طبيا كم مستوى اللثه كم طولها. فطبعا عندنا ادوات خاصه تقيس عمق الجيوب هذه، فاني لازم طبعا اوصل الى مرحله اشيل من اللثه لكن ما اوصل لمنطقه العظم، لانه العظم مثل ما تفضلتي حضرتك لازم ما يتعرى لازم ما يطلع. نفس الشيء بالنسبه لجذور الاسنان، جذور الاسنان ما مغطاه بطبقه من المينا، فطبعا اذا طلعت جذور الاسنان تبدي تتحسس بالبروده والحراره، فلازم يكون وذ الليمت يعني دائما يعني حدود. ما في يجي يقول والله انا بدي هيك او مثلا بدي تشيلي منها كثير. لا طبعا في قياسات معينه احنا ما نقدر نتجاوزها، يعني بعض الناس ما تنفع لهم رسم اللثه بالليزر العادي اللي احنا الرسم القلم، يعني نحتاج ازاله عظم، يعني احيانا نضطر انه نصعد من مستوى اللثه ومستوى العظم ايضا بعمليات جراحيه بالليزر، لكن الليزر من نوع مختلف على اساس انه احنا نرتب قياسات الأسنان مع اللثة والعظم من جديد. طيب دكتورة بما أنه الحمد لله وصلنا للتطور كتير منيح ومن أهمه الليزر، هل مثلا ممكن تستخدموا الليزر بعلاجات أخرى بتخص الفم والأسنان غير اللثة؟ تمام. الليزر إلى عدة استخدامات غير اللثة وغير رسم اللثة غير العمليات الجراحية اللي احنا ممكن نستخدمها في إزالة بعض التورمات لا سامح الله، قبل كانت تتشال بالشفرة الطبية، حاليا بالليزر ممكن أنه إحنا نشيلها ونعمل زرعة حتى نتأكد من نظافة وسلامة هذه التورمات. ممكن استخدام الليزر في توريد اللثة الشخص أيوة. المدخن التصبغات تكون موجودة على بالضبط طبعا. هذه عملية جدا ناجحة وجدا حلوة خصوصا للشخص المقبل على عمليات التجميل بعدسات الفينير. عدسات الفينير دائما الشخص يختارها نوعا ما مايلة للبياض، إذا كانت لثة داكنة بيطلع المنظر جدا يعني بيكون كم تباين. جلسه دكتوره نعم التوريد اللثه توريد اللثه ممكن اذا شخص بقعه خفيفه يحتاج جلسه واحده، احيانا يحتاج جلستين
نخلي مسافة بينها طبعاً وتبين النتائج على طول، لكن فترة ما بعد التوريد يحتاج الشخص مثلاً يمتنع عن التدخين حتى هي مثل عملية التقشير بالضبط. ترجع اللثة تطلع طبقات فريش جديدة بلون وردي. هذه واحدة من الاستخدامات. الاستخدامات الأخرى بالتبييض، تبييض الأسنان، نحط مادة الجل المبيض على الأسنان ونسلط عليها ضوء الليزر، فطبعا يسرع لنا من موضوع التبييض في الجهاز الليزر العادي، وفي حاليا أجهزة ليزر جديدة تسرع حتى من موضوع التبييض، بدل ما ياخذ 45 دقيقة إلى ساعة ممكن ياخذ 20 دقيقة فقط باستخدام بعض الأجهزة الحديثة. ممتاز. كمان بنشوف دكتورة مؤخرا مش بس مشاكل اللثة هي اللي بتعمل، أو يعني التهابات اللثة هي اللي بتعمل مشاكل في الأسنان، أحيانا بنشوف التركيب الخطأ للفينير. صح. يعني بعض كمان أخطاء الدكاترة بيكون المريض هو الضحية، بتحمل نتيجة حرام، ساعتها بيكون إيه الحل دكتور؟ هذه تكملة طبعا سؤال الأستاذ، يعني هو إحنا نقول نركب الفينير وبعدين ننتظر اللثة. احنا ما نضمن، يعني صح. ممكن اللثه ما نزلت بالزبط. شو بيصير؟ يصير عندك مثل الفراغ هذا الفراغ بتجرح فيه الاكل، لازم لازم الاكل يعني ضمير الدكتور، يعني احنا اوريديكم ما عندنا كم باك جراوند عن الموضوع اللثه تنزل وما تنزل، هو عند ضمير عند الدكتور موضوع. فلهذا احنا لازم نوعي المريض. يعني المريض احيانا يسمع راي الطبيب اللي هو طبعا اختاره وثق فيه وراح له للعياده، لكن بشكل علمي ومنطقي، يعني احيانا بعض الامور منطقيا واضحه. يعني أنا لثتي بها مشاكل، الفينير هي عدسة تجميلية، أول شيء من شروطها أنه تكون مندمجة مع الضرس بطريقة صح، بحيث لو أنت حطيتي الأظفر ما ممكن تمسكين قشرة الفينير. صحيح. ما ممكن، لأنه يعني هذه تكون مندمجة مع اللثة. هذا اللي يوصل لي إلى أنه تكون لثة عندي صحية، لونها وردي صحي، ما عندي أي تجمعات أكل على سطح الأسنان، ما رح يصير عندي تصبغات. والخطورة الثانية في هذه الفراغات، الأكل لما حيتخمر ويصير حامض رح ينزل تحت قشرة الفينير. المريض ما حيشوف، ما رح يقدر يعرف، عشان كده الفينير رح يصير تسوس، ممكن يوقع، ممكن يصير تسوس، ممكن يصير بقع داكنة تحت الفينير، لأنه الصمغ المادة اللاصقة حتذوب، حيصير فقاعات هواء، حيدخل اللعاب، فحصل عندنا مشاكل كثيرة يعني. فالمريض رح يبدي يهتم في أسنانه ويفرج وينظف بالخيط، لكن حيلقى عنده ريحة غير مستحبة، حيلقى عنده دائما بقايا اكل وتصبغات، حيلقى عنده انه القشرات ممكن بدت توقع واحده بعد الاخرى، يعني لانه الصمغ بدا يذوب. فهذه كلها اغلاط احنا نعتبرها طبيه، المريض احيانا ما يكون له فعلا دخل بها، المشكله تكون في حرفيه حتى كمان التثبيت. بنشوف المستحضرات كمان اللي بتتباع في الصيدليه دكتوره، مثلا بيبيعوا جل التهاب اللثة، نعم. جل ثاني لعلاج تورم معين. صح. كل يعني بنقدر ان احنا مش نأمن لها، نطمن ان احنا نروح نشتري حاجه زي كده، ولازم ان ارجع للطبيب الاول قبل الاستخدام؟ هو مفروض طبعا ترجعين للطبيب، لانه كل وحده من هذه المواد لها استخدام. في جل ومعجون اسنان خاص بنسف اللثه، في مواد معينه، حوامض معينه تدخل في تركيبه هذا المعجون، يكون هذا النوع من المعجون او الجل طبي، يعني له كورس محدد، يعني ما يصير اتجاوزه، مثل شريط كبسول الالتهابات، يعني ما اقدر اخذه طول الحياه. نفس الشيء الجل، نفس الشيء المضمضه. في معتقد خاطئ احيانا بعض الناس يعتبرها من يعني العادات الصحيه، انه حاط الجل او حاط معجون الاسنان المعين والمضمضه ويستخدمها بشكل يومي. صحيح. كل يوم. صح. طول حياته. المضمضه مو كل يوم؟ لا طبعا، هذه لها دواعي طبيه. ماكسيمم مضمضه الاسنان او جل الاسنان المعقم او المطيب اللي بمنطقه الالتهاب ماكسيمم تستخدم اسبوعين، ممكن اوصل شهر اذا كانت عندي حالات متفاقمه يعني من الالتهاب. المريض عنده جلسات من العلاج وتحتاج وقت، فالطبيب مستمر وياه خلال حتى هذا الشهر، المريض لازم يقطعه فتره. ليش؟ لانه انا هذه المضمضات والمعاجين الطبيه والجل بها مواد طبيه مضاده للبكتيريا، وبطبيعه الفم بما بكتيريا نافعة. بالضبط، نافعة وضارة. أنا لما أجي أستخدم شهر أو شهرين أو ست أشهر، أنا قتلت المفيدة والضارة. صح. نفس الوقت خربت التوازن اللي موجود بالفم، راح يصير عندي جفاف بالفم، اللعاب راح يقل، زائدة راح يصير عندي تصبغات في باطن الخدين لونها أصفر، سطح اللسان حيصير عندي أصفر، زائدة المشكلة ما راح تنتهي،
يمكن الوعي بهاي المواضيع كثير قليل. بيعتبر الواحد انه ممكن مثلا مضمضه او جل اللثه هو من الاشياء الكماليه لتنظيف الاسنان بالضبط. بس انا بعدني معلقه عند موضوع تراجع اللثه، هل لها علاج بسيط لموضوع تراجع اللثه ولا بيكون شوي جراحي اكثر؟ ممكن احيانا تنفع بالليزر، بالقلم الليزر ممكن احنا ننظف هذا الجيوب اللثويه، نعقمها ننظفها، ترجع احيانا اللثه نوعا ما ترجع شويه تصعد، احيانا ما ينفع ما تصعد اللثه، فنحتاج الى عمليات مثل الترقيع. تنسحب اللثه يعني تتفكل شويه الانسجه الرابطه وتنسحب اللثه، يعني ما اريد ادخل تفاصيل يعني مزعج شعر بدني للمريض، لكن وفي مواد ثانيه تتحط مثل بالضبط مثل الترقيع حتى انه اللثه ترجع تبني من جديد على السطح. هذا كله في سبيل انه لا نخسر الضرس، لانه خساره الضرس راح تدخلك في موضوع اخر اللي هو التعويضات اللي هو التركيبات او الجسور او الزراعه، فموضوع يعني شائك. كل ما كانت الموضوع مشاكل بسيطه حليتها بنقدر حلها بيكون اسهل بيكون واسرع. نعم. دكتوره استفدنا من حضرتك كثير جدا جزيلة. النهارده وبجد لازم يكون لنا لقاء ثاني ان شاء الله قريبا. نورتينا وشرفتينا، وشكرا على المعلومات القيمه. نطلع بريك وبنرجع تاني. شكرا.